لمناقشة هذه التطورات الجديدة أو بالأحرى هذه المعلومات الجديدة نتحول الآن إلى سيفاستوبول مع الدكتور عمار قناه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك معنا في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية دكتور عمار. إذا لجنة التحقيق الروسية تقول بأنه نتائج فحص جينية أكدت أنه من بين من لقوا حتفهم على الطائرة الخاصة كان بروجوجين مؤسس وقائد مجموعة فاغنر العسكرية. هل كانت روسيا رسميا تحتاج إلى هكذا نتائج من قبل التحقيقات؟ وأين يمكن أن تستخدم الآن كون التحقيقات رسمية؟ تحياتي سيدتي الكريمة. هذه المسألة كانت متوقعة وهي تخضع يعني لكل البروتوكولات فيما يتعلق في مثل هذه الحوادث، وهذا يعني باعتقادي الجزء الأول يعني من نتائج التحقيقات، لأنه كان الكثير من الحديث يعني عن من كانوا هم على هذه الطائرة. وطبعا يعني شخصية بريغوجين يعني الجدلية التي يعني خاضت الكثير من المعادلات الداخلية جزئيا في روسيا والعالم، يعني وحاولت المنظومة الغربية توظيف يعني هذه المواد سياسيا وإعلاميا. هذه المرحلة الأولى قد تمت، لكن بقيت المرحلة الثانية من التحقيقات الجنائية، وهي معرفة أسباب يعني سقوط هذه الطائرة وبهذه الطريقة. فلذلك يعني التحقيقات هي جارية، وفيما يتعلق يعني لروسيا هناك يعني أجهزة أمنية، أجهزة يعني بحث جنائي، والهيئة الفيدرالية للتحقيقات هي من تمارس يعني هذه العملية، وهي تخضع لكافة يعني المعايير والقوانين الروسية. فلذلك العملية هي مستمرة، لكن يعني نرى أن هناك يعني انخفاضا في الاهتمام يعني بهذه القضية اليوم المنظومة. لكن ومع ذلك أستاذ دكتور عمار، كان في بعض الجهات تشكك في أنه يعني يفجيني بروجوجين كان على متن الطائرة أصلا، وبالتالي هذه التحقيقات التي تظهر بأنه هو كان موجود فعلا على متن الطائرة، أين يمكن أن تحقق أو يحقق هذا الاكتشاف الآن لموسكو؟ لا شيء جديد سيدتي الكريمة، يعني ونحن قد استمعنا من الذي كان يشكك يعني بأنه موجود على هذه الطائرة أم لا، يعني وما هو الهدف يعني من هذه العملية، هل هي اصطناع يعني عملية اغتيال أم اختفاء؟ فلو كان يعني ليس هو يعني من كان على هذه الطائرة باعتقادي يعني لا تم عرضه، أو حتى كما تعودنا يعني في المراحل السابقة يعني بروجوجين يعني أن يقدم تصريحات يعني صوتية، بث صوتي أو غيره، لكن يعني منذ البداية كانت هناك تصريحات واضحة حتى من مجموعة فاغنر عن يعني لقاء حتف بريغوجين وأيضا مساعده أو المساعد الأول له أوتكين. فلذلك يعني المسألة اليوم باعتقادي أنها قد انتهت يعني إعلامية، والغرب يعني لا يدري كيف يتعاطى اليوم أو كيف يستغل يعني هذه المادة، فقط نراها من خلال يعني الكيل بالاتهامات بأن من وراء هذه الحادثة. طبعا أولا من يحدد دكتور عمار بأن القضية انتهت إعلاميا؟ وإذا انتهت كما تقول، من سيكون المستفيد من نهايتها؟ باعتقادي لا يوجد يعني احد مستفيد. حاولت اوكرانيا، حاولت يعني المنظومه الاوروبيه او يعني الولايات المتحده توظيف هذه المساله فقط في اتجاه واحد، يعني وهو اعاده يعني شيطنه روسيا، اظهار بان القياده الروسيه هي تقف وراء اغتيال المعارضه يعني الروسيه، تشويه يعني بشكل كامل لهذه العمليه. لكن يبقى السؤال الذي يثير اهتمام يعني العالم باعتقادي، هو مصير يعني مجموعه فاغنر، والتي يعني نرى أنها ممكن يكون هناك يعني إعادة هيكلية لهذه المجموعة، وهي غير متواجدة يعني قانونيا كشركة في الأراضي الروسية، لكننا نرى أنها باقية يعني في المنطقة الإفريقية بناء يعني على عقود قد وقعت مع السلطات الإفريقية في أكثر من دولة. هل تعتقد بأنه يعني تم التعامل واحتواء عناصر فاغنر منذ فترة حتى قبل أن يلقى بروجوجين حتفه؟
باعتقادي نعم، والدليل على ذلك أن بعد عملية التمرد والتي تم احتوائها في أقل من 24 ساعة وضمن يعني المسارات الثلاثة التي وضعتها يعني روسيا وضعها الرئيس بوتين لمجموعة فاغنر، تم تنفيذها بالكامل، وهي إما يعني إنهاء الخدمة العسكرية أو الخروج يعني إلى بيلاروسيا أو البقاء وتوقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية. وقد رأينا أن كل هذه يعني البنود هي قد تحققت، ولدينا أيضا تصريحات يعني رسمية من الرئيس البيلاروسي قبل يومين تقريبا بأنه هناك يعني حوالي أكثر من 10,000 مقاتل من قوات فاغنر على الأراضي البيلاروسية، وهم يعني يخضعون ضمن مجال تدريبي للقوات البيلاروسية. وقوات فاغنر يعني في أكثر من دولة في إفريقيا، هي لغاية الآن هناك يعني ولم تتم هناك أي إجراءات أخرى، وأيضا العقود التي وقعت، لكن ليس لدينا يعني أرقام حول يعني الذين انتسبوا إلى وزارة الدفاع. وهذه المسألة تعتبر يعني جزءا من مفهوم يعني الأمن والأمن القومي، فلذلك يعني لن يعلن عن هذه الأرقام أو أعداد من انتسبوا إلى صفوف القوات المسلحة الروسية. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من سفستوبول دكتور عمار قناه، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لك دكتور.